بدوره ألقى الوزير الأول نور الدين بدوي مداخلة قدم خلالها حوصلة لنشاطات الحكومة منذ انعقاد الدورة السابقة لمجلس الوزراء، هذا نصها: السيد رئيس الدولة، سيادة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيدات والسادة الوزراء، ينعقد مجلس الوزراء الموقر عشية الاستحقاقات الرئاسية التي ستخطو بها بلادنا خطوات هامة ومصيرية لتحقيق الإرادة الشعبية للمضي إلى آفاق واعدة تلبي مبتغى الهبة الشعبية في التغيير نحو الأفضل الذي أصبح اليوم حقيقة ملموسة تصونها مؤسساتنا الجمهورية في كنف الأمن والأمان والسلم والطمأنينة، وأيضا في ظل الاحترام الصارم لمؤسسات الدولة وقوانين الجمهورية، وهي سابقة لم يسجلها التاريخ المعاصر في المعمورة. إن مؤسسات الدولة وعلى رأسها السيد رئيس الدولة قد أدت مسؤوليتها العظيمة بمرافقة المطالب الشعبية والحفاظ على استمرارية الدولة ومرافقتها الإدارية والاقتصادية والاجتماعية لصالح مواطنين، يردف الوزير الأول في كل ربوع بلادنا القارة لا سيما المناطق البعيدة والنائية. إن ما شهدته هذه المرحلة من إنجازات سياسية واقتصادية كان بفضل وعي شعبنا الأبي الذي يعرف جيدا العدو من الصديق، كيف لا، وهو الذي عانى من ويلات استعمار غاشم لم تشهد له البشرية من مماثل، فتعززت لحمته وقويت عزيمته وإرادته بأن تحيا الجزائر حرة أبية، فكان النصر حليفه ولم تقوى أعتى الشدائد على تفرقته وتشتيته، بل هو متماسك وملتحم وعلى كلمة رجل واحد، كلمة يصونها ويحميها اليوم وغدا. جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي كان ولا يزال وفيا لنضاله الشريف والمستميت في سبيل حماية الوطن والذود عن مقدساته. فلولا وقفة الجيش مع الشعب لسارت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وهو ما يزيد من غيظ الحاقدين. إن هذه المرحلة يردف الوزير الأول كانت مرحلة تحديات كبرى لكل مؤسسات الدولة ورجالاتها، فثبتوا بالرغم من الظرف الصعب ومن كيد المتآمرين وأبانوا عن إخلاص منقطع النظير لوطنهم ولرسالة شهدائنا الأبرار، فسارت كل مؤسسات الدولة بوتيرة متسارعة للتكفل بيوميات المواطنين وإنجاح المواعيد الاجتماعية والحفاظ على مكتسبات الأمة وعدم التفريط فيها، وهذا تحت الأعين الساهرة لأفراد جيشنا الوطني الشعبي. يردف الوزير الأول المرابطين على طول حدودنا لصد ورد كل التهديدات التي تتربص ببلادنا. إن عقيدة جيشنا الوطني الشعبي نوفمبرية تحت قيادة المجاهد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي جعلت الشعب الجزائري برمته يلتف حول جيشه الذي يعتز به، وندين كلنا له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات خلال هذه الفترة الحساسة وفقا لمهامه الدستورية التي يؤديها بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية للحفاظ على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وحرمتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري. إن جيشنا الوطني الشعبي قد ضرب أسمى صور الوفاء للإرادة الشعبية ومرافقتها وحمايتها في وقت وبلادنا تتهيأ لأن تخرج من أزمتها لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحق عبر انتخابات شفافة ومسؤولة تعود فيها الكلمة الأولى والأخيرة للشعب في ظل الضمانات القوية التي التزمت بها قيادة الجيش الوطني الشعبي، فلا مخرج لذلك إلا عبر كلمة الشعب الذي هو مصدر كل سلطة وتعود له وحده السيادة الوطنية المكرسة في الدستور والتي يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها عبر الاستفتاء، وعلى رأسها مؤسسة رئيس الجمهورية الذي نحن مقبلون على انتخابه يوم 15 ديسمبر 2019.
إن يوم 12 من ديسمبر سيكتبه التاريخ لجيشنا وشعبنا بحروف من ذهب، فهو استحقاق مفصلي يتوج الإرادة الشعبية في التغيير السلمي الهادئ والحضاري الذي أخرج كل الجزائريين عن بكرة أبيهم شبابا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، أبهروا العالم بحضارية وسلمية طريقتهم في التغيير، ملتفين حول جيشهم وقيادته ورافضين لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤونهم، فتحقق مبتغاهم ونالوا احترام جميع الشعوب ورسموا مشاهد لم يعرف لها مثيل سيخلدها التاريخ في رصيده. فالعمل الحكومي يردف نور الدين بدوي الوزير الأول هو متوائم مع هذه الإرادة القوية لشعبنا وكافة مؤسسات الجمهورية في المضي ببلادنا لبر الأمان وتوفير كل الشروط اللازمة للسير الحسن للعملية الانتخابية مع التزام الصارم بحياد الإدارة ونزاهتها. ونحيي هنا يردف الوزير الأول، نحيي أفراد جاليتنا بالمهجر على إقبالهم على صناديق الاقتراع ومشاركتهم في تقرير مصير بلادهم، ضاربين أسمى معاني الارتباط بالوطن الأم. السيد رئيس الدولة سيادة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السيدات والسادة الوزراء، يردف الوزير الأول، بالنسبة للنشاط الحكومي فإنها مرحلة بقدر ما كانت عصيبة بقدر ما رفع التحدي فيها عاليا فعرفت إنجازات لفائدة مواطنينا لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا وفي المجالات الحيوية وحلحلة العديد من القضايا العالقة بكل مسؤولية ورصانة وفي ظل الرشادة الصارمة للحفاظ على أموال الخزينة العمومية وعلى احتياطاتنا من العملة الصعبة وحماية مؤسساتنا العمومية الاقتصادية ومرافقتها بشكل يطفي حركية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي لفائدة التنمية الوطنية المستدامة. أما بخصوص النشاط الحكومي، يضيف الوزير الأول أنه منذ انعقاد مجلس الوزراء الأخير بتاريخ 26 نوفمبر 2019، عقدت الحكومة اجتماعين ومجلسين وزاريين مشتركين خصصا لدراسة وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومخطط تطويرها وكذا التحضير لموسم الحج المقبل. وقد تم خلال هذه الاجتماعات المصادقة على 14 مرسوما والاستماع إلى 10 عروض تمس قطاعات حيوية. فخلال هذه الفترة ارتكز النشاط الحكومي حول المحاور التالية: أولا، تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، حيث تم إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية الجزائر العاصمة من أجل التكييف مع التطورات الحاصلة لا سيما في مجال التكفل بحاجية ساكنة العاصمة وتحقيق التوازن بين مقاطعاتها الإدارية بعدما تم ترقية مقاطعات إدارية لولايتنا على مستوى الجنوب وإنشاء 44 مقاطعة إدارية على مستوى الهضاب العليا وفق نظرة مندمجة تحقق التنمية للجميع. يقول الوزير الأول علاوة على تمت مراجعة شروط منح رخص نقل البضائع لتسهيل تموين السكان ضمن النطاق الجمركي بالمناطق الحدودية قصد الرفع من المعاناة التي يعيشها يوميا العديد من مواطنين بالمناطق الحدودية. وتم أيضا منح العامل إمكانية مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد المحددة بـ60 سنة، إذ يمكنه أن يختار إراديا مواصلة نشاطه في حدود 5 سنوات إضافية للسماح له من الرفع من سنوات الاشتراك التي تسمح لهم بالحصول على منحة تقاعد لائقة. هذا واستمعت الحكومة أيضا، يردف الوزير الأول، إلى عرض يتعلق بتأطير السوق وتموينها المنتظم لا سيما على مستوى ولايات الجنوب الكبير تنفيذا لقرار الحكومة بتاريخ 16 أفريل الماضي، وذلك بتجنيد موارد صندوق الجنوب وإضافة قائمة المواد الاستهلاكية المعنية بتعويض تكاليف نقلها إلى الجنوب لتضمن الخضر واللحوم الطازجة. ثانيا، تعزيز الهياكل الجامعية والتربوية، إذ قررت الحكومة ترقية 6 مراكز جامعية إلى مصافي جامعات لكل من تمرست وميلا وتيسمسيلت وتيبازا وعين تيموشنت وغليزان وإنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، وهو الإجراء الذي يعد تتويجا للاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة قصد تطويرها وكذا المجهودات المبذولة من قبل أطقمها الإدارية والبيداغوجية في انتظار ترقية المراكز الجامعية لكل من تندوف الليزي نعامة
البيض وإلى جامعات، إلى جامعات نقول ابتداء من الدخول الجامعي المقبل. وقد تمت الإشارة إلى مكانة الجامعة والبحث العلمي بصفة عامة بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجية مدمجة تجعل من الجامعة والبحث العلمي الرافد الأول لتطوير الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال الحرص على فتح تخصصات تتناسب واحتياجات ومؤهلات كل منطقة خصوصا بالجنوب والهضاب العليا. وأقرت الحكومة إنشاء 69 متوسطة و49 ثانوية وإلغاء 13 متوسطة و10 ثانويات، وكانت فرصة للعودة إلى تقييم الدخول المدرسي الحالي بوضع آلية للمتابعة والتقييم الميداني. تعمل حاليا على القيام بزيارات تفقدية لكل المؤسسات الجديدة، كما تم التطرق إلى نتائج دراسة المنجزة حول تقييم وتحليل نتائج الامتحانات، ولا سيما النتائج الضعيفة المسجلة على مستوى بعض المؤسسات والولايات والإجراءات والتدابير المقترحة قصد معالجته. ومما أورده أيضا الوزير الأول ثالثا دعم ازدهار المؤسسات العمومية الاقتصادية والحفاظ عليها، إذ درست الحكومة وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومخطط تطويرها، وقد تقرر على إثره وضع استراتيجية واضحة في مجال تطوير النقل الجوي وعصرنته، يتولاها فريق عمل تم تأسيسه لهذا الغرض على مستوى وزارة الأشغال العمومية والنقل بمساهمة كل المتدخلين لا سيما قطاع البحث العلمي، وهذا وفقا لرؤية مندمجة تكون شركة الخطوط الجوية الجزائرية محورها الأساسي، يردف الوزير الأول. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمكن من تأهيل شركة الخطوط الجوية الجزائرية حتى تضمن خدمة نقل جوي ذات نوعية محليا وتحتل مكانتها المطلوبة على المستويين القاري والدولي، وتسهم فعليا في تطوير الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة بصفة خاصة، لا سيما وأنها تعد أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات. إلى ذلك يردف الوزير الأول، درست الحكومة مخطط عمل شركة المياه والتطهير للجزائر فترة 2019-2021، وقد أبرز هذا العرض التحسن الكبير المسجل في مجال توزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة ولاية الجزائر العاصمة، حيث تتوفر 57 بلدية على هذه المادة الحيوية بوتيرة 24 ساعة على 24، وكذا اكتساب الشركة الوطنية للخبرة الكافية التي ستمكنها من التكفل الكلي بجانب التسيير واستغلال ذلك من أجل تحسين هذا المرفق العمومي عبر كافة ولاية الوطن. ضف إلى ذلك يردف الوزير الأول، وبغرض استغلال قدراتنا في النقل البحري وتكمينها، تم تكليف قطاع النقل بدراسة إمكانية اللجوء إلى نقل الحجاج عبر البحر ابتداء من موسم الحج لسنة 2021، وذلك تكمينا لقدرات أسطوننا البحري الوطني، لا سيما وأن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ستتعزز شهر سبتمبر 2020 بباخرة جديدة قيد البناء حاليا تتوفر على كل الخدمات التي تضمن متطلبات الراحة والرفاهية لحجاجنا. كما قررت الحكومة إلزام كل المتعاملين العموميين بإبرام اتفاقيات تجسد حصرية استعمال المؤسسات العمومية والأسطول البحري الوطني في كل عمليات استيراد وتوزيع وتسويق كل المواد المدعمة. رابعا، تقييم موسم الحج الماضي 2019 والتحضير للموسم 2020، تم تسجيل تحسن في مجال توسيع استعمال الرقمنة في تسيير عمليات الحج، وكذا استعمال الدفع الإلكتروني الموحد لتكاليف الحج وتذكرة الرحلة، وكذا استخراج تأشيرة الحج إلكترونيا في والتكفل الصحي بحجاجنا الميامين. أما بخصوص التحضير للموسم القادم، يوضح الوزير الأول، فقد تقرر انطلاق عملية التسجيل لقرعة موسمي حج 2020 و2021 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، على أن تجرى للموسمين يوم السبت 25 جانفي 2020، مع التركيز على إعادة النظر في مخطط النقل الجوي لحجاج الجنوب بإطلاق رحلات جوية مباشرة من مطارات أضرار وبشار وتمنرا سوغردايا، فضلا عن مطار ورقلة المستعمل حاليا لهذا الغرض، على أن يتم توسيع العملية لمطارات بسكرة وتندوف والوادي وإليزي بمجرد استيفاء الشروط التقنية لذلك، يوضح الوزير الأول.
خامسا، إعادة بعث المشاريع الهيكلية على مستوى الجنوب وعاصمة البلاد، حيث تمت الموافقة على عقد صفقة برنامج لإنجاز وعصرنة الطريق رقم 6 على مسافة 550 كيلومترا بأضرار، والذي يربط ركان برج بوعريريج وتيمياوين قبل نهاية سنة 2021. كما تم بعث مشاريع إعادة التأهيل لنظام الصرف الصحي ونظام المياه المتصاعدة على مستوى حوض ورقلة. وبخصوص العاصمة، فقد تم رفع التجميد على إنجاز قطب استشفائي كبير بسعة 700 سرير، وهو عبارة عن مركز استشفائي جماعي مختلط مدني عسكري بزيرالدا، حيث سيشكل قطبا حيا عصريا وهاما سيسمح بالرقي بمستوى الرعاية الصحية وفقا للمعايير الدولية، لا سيما وأنه ستؤطره فرق طبية مختلطة من الكفاءات الوطنية عالية المستوى. كما تم رفع التجميد على مشروعي توسعة خط ترامواي هراوة عين طايا برج البحري على مسافة 8 كيلومترات، وتوسعة خط مترو الجزائر طالب عبد الرحمن شيفالي على مسافة 8 كيلومترات فاصلة 3، والذي سيفك الخناق على ساكنة العاصمة في انتظار تجسيد التوسعات الأخرى المبرمجة. سادسا، التدابير الخاصة بضبط الواردات وتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف. في هذا الصدد، أوضح الوزير الأول أن الحكومة وصلت متابعة الورشة الكبيرة التي أطلقتها فيما يتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها بهدف ضبط الواردات لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف، لا سيما في مجالات استيراد الحبوب والخدمات والنقل البحري للواردات، وهي كلها إجراءات مكنت من اقتصاد أكثر من ملياري دولار إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، وتوقيع توقع توفير 3 مليار دولار نهاية سنة 2019. تلكم هي أهم محاور نشاط الحكومة وأهم القرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء، يوضح الوزير الأول نور الدين بدوي.